هو راهو سي فيليبس بنبله من الصحفيين اللي خلاو البصمه تاعهم في الصحافه، الصحافه المكتوبه وفي الاعلام بصفه عامه. الاخلاق اللي كانت عنده ما نقدرش نوصفها، من بكري ملي كان طالب معنا وما تغيرش حتى لاخر حياته. فيليبس بنبله اللي كنت نعرفه في الجامعه هو نفسه اللي كمل حياته في الشعب قبل ما خرج، هو نفس الانسان، حتى توجعوا حاجه ما يتكلمش، ما يقولش عليها. المرض خباه باش ما يقلقش الناس. بالنسبه لفنيس بن بلا كان يرافق الشباب، شحال من صحفي الشاب رافقوا سي فنيس بن بلا وكونوا، واليوم راه الحمد لله راهم شحال من الصحفي والصحفيه من البارزين كان رافقهم سي فنيس بن بلا. علاش انا نقول من الصحفيين اللي خلوا البصمه تاعهم. انا اليوم نجدد التعزيه تاعي برك الصادقه للاسره تاعو، الاهل تاعو، البنته، للزوجه تاعو، الزوج بنته، ونقول لهم ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يغفر له ذنوبه ويسكنه فسيح جناته.